بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور عماد ياسين، استشاري المخ والأعصاب عند الأطفال. أعمل الآن بمستشفى ميديور بأبوظبي. أعمل في هذا المجال الأطفال والأعصاب منذ أكثر من 15 عاماً، ونقوم بتشخيص وعلاج الحالات التالية: التشنجات الصرعية وغير الصرعية، الحالات التي تنتج من صعوبة في المشي والحركة عند الأطفال، ونقوم بعلاج جديد وهو حقن البوتوكس، والتي تعطى كل 4 أشهر، والتي أعطت كفاءة عالية في علاج حالات كثيرة من صعوبات المشي والحركة. وكذلك نقوم بعلاج الصداع النصفي وعلاج أمراض التوحد. زورونا في أبوظبي بمستشفى ميديور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.